قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهذه النبوآت تتحقق، وبات الحمق والكذب والضلال واضحا وشائعا، ويصدق الكاذب وكأنه صاحب الحق المبين. وكيف لا يخدعون وقد انساق الناس في شهواتهم، كما تساق المواشي بعصا الراعي. لقد أسموا التبرج والتعري فنا، والرقص والمجون استعراضا. فقد صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نشهد الآن كيف يصدق الكاذب ويكذب الصادق، وكيف ائتمن الخائن وخون الأمين. ائتمن الخائن الذي خان دينه وخان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فها هو الأمين يخون الذي كان ينادي لهم في الظلمات: أفيقوا، فقد اقتربت الساعة واقترب وقت الحساب. فها هو السكير المغني سفيرا للخطاب بين الناس، وها هم المنافقون والمنافقات أسيادا على العباد. فهذا ما قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرويبضة.